اهلا بحضراتكم مره تاني. الفريق بيستأنف تدريباته بشكل مباشر طبعا زي ما احنا متعودين دايما مع كولر بعد المباراه ما بتخلص. تاني يوم بيبقى فيه مران وبعد كده راحه 24 ساعه. مش عارف بصراحه بكره هيبقى فيه راحه 24 ساعه ولا لا، هل في جديد بخصوص القصه دي؟ حتى الان المعلن ان النهارده كان فيه مران طبعا للنادي الاهلي في اطار الاستعداد لمواجهه سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء اللي جاي، ودي لقطات من تدريبات الاهلي النهارده. مارسيل كولر عمل محاضرة مع اللعيبة بالفيديو اتكلم فيها على سلبيات مباراة امبارح، في اعتقادي سلبيات الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا يعني مش مباراة امبارح بس، فاكيد كان ليه بعض التعليمات والتوجيهات الهامة جدا جدا ومعالجة لبعض الاخطاء الضروري جدا معالجتها بصراحة يعني. فان شاء الله نتمنى له يا رب التوفيق هو والمجموعة اللي معاه والفرقه اللي لعبت المباراه امبارح يعني بشكل دقيق كامل او دقائق كتيره جدا من المباراه، يعني كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه في المقابل اللي ما خدوش المران، كان ليهم تدريبات بدنيه قويه شارك فيها الجميع بشكل كويس. ديانج بيشارك ما فيش اي مشكله خالص، نفس الحال بعض اللاعبين الموجودين اكيد بيشاركوا بشكل جيد، لكن ان شاء الله باذن الله اهم المباريات يا جماعه، لان بصراحه احنا عايزين نشوف الاهلي افضل من كده بكتير، وانا واثق جدا جدا ان احنا هنرجع نبقى افضل من كده بكتير، حتى لو احنا متصدرين بطوله الدوري، حتى لو احنا ماشيين بشكل كويس في مختلف البطولات، لكن اكيد الشكل بيبقى مهم جدا بالنسبه للجماهير. يعني من ضمن المكاسب امبارح بصراحه انا بشوف رأفت خليل يعني المكسب الوحيد تقريبا في مباراه امبارح، اللاعب اللي دفع بيه كولر لاعب مميز عنده 19 سنه تقريبا، عنده امكانيات جيده، عنده شخصيه رائعه، عنده ثقه في نفسه عاليه قوي في الملعب، حتى من اول ما نزل بياخد الكره وبيعدي فلعيب مبشر جدا جدا ان شاء الله باذن الله نقدر نستفاد منه يعني. فده بخصوص تدريبات الاهلي النهارده، واكيد الاستعدادات هتبقى مستمره. انت عندك ايه ماتش يوم الاربع؟ لا ده بكره، النهارده الاثنين، ده بكره اكيد تدريب طبعا مفيش اجازه لان الماتش يوم الاربع، فبكره مران اخير عشان برضه مفيش مساحه دلوقتي. بالمناسبه صحيح عفوا، بالمناسبه ماتشات مضغوطه ورا بعض انا مش هطلع مبرر، لان خلاص احنا مفيش يعني مش هنقبل مبررات او اعذار، يعني رغم ان في اعذار بتبقى منطقيه بصراحه،